احكي لنا ابراهيم اللي حصل. مفيش، النهارده الساعه 3 جينا الامن المركزي عرفنا ان هو واقف بره هو والجيش. الساعه كام؟ على الساعه 3 بالظبط كده تقريبا. فطلعنا نبص، كنا قاعدين معتصمين جوه الميدان عادي زي كل يوم. طلعنا نبص بره على ايه اللي بيحصل، فتلاقينا ان الشرطه العسكريه واقفه وان الامن المركزي واقف برده معاهم وراهم. تلاقينا الساعه 3 بالظبط تلاقينا الهجوم دخل علينا بعربيات الاول مدرعات بتاعت الجيش، دخلت راحت كسرت الحواجز اللي كنا عاملينها. بعد ما كسروها كانوا بيجروا بطريقه استراتيجيه جدا زي ايام 28 بالظبط بنفس المنظر، وفي واحد نزل تحت العربيه برده بس الحمد لله ما حصلوش حاجه. بس بعد كده رحنا فضلنا واقفين شويه بتاع، رحنا تلاقيناهم الجيش بعد كده ابتدى يهجم علينا، ابتدى يكسر في الخيم. الناس كلها ابتدت تتجه لناحيه مدخل عمر مكرم جنب الجامع. ابتدوا يجروا ورانا وابتدوا يدخلوا الجامع، حتى دخلوا الجوامع بالجزم. دخلنا في الشارع، فضلنا واقفين بنجمع بعضنا هناك. بعد كده رحنا لفينا تاني وحاولنا ان احنا ندخل الميدان بحيث ان احنا حتى نشوف الحاجات اللي جوه ونشوف الناس اللي بقيتها اللي ما رجعتش. لما رجعنا قبضوا على ناس مننا، قبضوا على امير شبراوي وعلى واحد اسمه رضا كان معانا برضو. وفي واحد لحد دلوقتي مفقود احنا مش عارفين اتقبض عليه ولا لا، اسمه الجندي، احمد الجندي. لسه مش عارفين عنده اي اخبار. بعد كده رحنا رجعنا تاني، حاولنا ان احنا نسحب نفسنا بعد ما الناس دي اتقبض عليها. وروحنا شويه بس نروح نفطر في اي مكان وبتاع، اتجمعنا رحنا فطرنا مع بعض. بعد كده رجعنا بالليل، ففي بقى المناوشات اللي حصلت دلوقتي دي اللي بتحصل دلوقتي ولسه مش عارفين ايه حصل بعد كده. بس الشرطه العسكريه والداخليه بقوا ايد واحده مش الشعب. شكرا.